يتواصل إلي بعض الإخوان قائلين نتعجب من عربيتك ومن فصاحتك ونريد أن نكون مثلك في ذلك وأعجب الشيء أن أكثر هؤلاء يجيدون اللغة العربية أكثر مني وأنا أتعجب من عربيتهم أتعجب من فصاحتهم ومن بلاغة كلامهم ويعجبكم أكثر أنهم ما يريدون أن يلعبوا بعقله وإنما يريدون أن يتعلموا مني حقيقة. وبعد الحوار مع أكثرهم، تعرفت على مشكلتهم وعلى كيفية علاجها. يا مرحبا بأصدقائي ومتابعي قنواتي أنا صاحبكم أمان الله، وهذه قناتي. من عجائب ما تجدون من زملائنا المتعلمين للغة العربية أن بعضهم يأتون إليكم، يشتكون بعدم اكتسابهم للغة العربية وشكواهم تكون بالعربية الفصحى كيف؟ كيف يأتي أحد يشتكي إليك بعدم قدرته على شيء وشكواه تكون بفعله لذلك الأمر الذي يشتكي من عدم قدرته عليه فمشكلة هؤلاء هي عدم الثقة بالنفس وإليكم خمسة أمور لحل هذه المشكلة الأمر الأول هو الاحتفال بالانتصارات والإنجازات الصغيرة تحتفل بالانتصارات والإنجازات الصغيرة لا بد أن تتعرف بالتقدم الذي حصلت عليه منذ بداياتك لتعلم اللغة العربية حتى ولو كان مجرد القدرة على الحوار وتكوين الجمل فانها تعد جزءا من عمليه التقدم فلا بد ان تتعرف به الامر الثاني الممارسه المستمره كلما تدربت اكثر اصبحت اكثر ثقه الامر الثالث تحويل تركيز من الكمال حول تركيزك من الكمال الكمال لله وحده وبنسبه لنا ايتها البشر الأخطاء جزء من عملية التقدم ومن عملية التعلم وكل يخطي وإنما تتعلم أي لغة عليك أن تعلم أن التحدث بتلك اللغة أهم من الكمال وأنت حرصك على الكمال فإذا كان الحرص على الكمال فأنت لا تتحدث ونحن نعلم أن الأهم أولى من المهم الأهم قبل المهم، الأمر الرابع هو أن تكون في بيئة داعمة، في البيئة التي تساعدك على الممارسة باللغة العربية، كن مع الأصدقاء، كن مع هؤلاء الذين يشجعونك على التحدث بلغة العربية والممارسة بها، والأمر الأخير وهو بناء الثقة من خلال الاستعداد، تبني الثقة. بالنفس من خلال الاستعداد دائما تكون مستعدا للتحدث بلغة العربية دائما انت خارج تذهب الى المكان تكون مستعدا دائما تتخيل انك سوف تقابل احدا وهو يتحدث معك بلغة العربية والمطلوب منك ان تتحدث معه كذلك بلغة العربية والسلام عليكم